هذه كرة محاولة لصالح فريق نادي السيب، عرضية خطيرة وهدف أول في مباراة لم ينتظر كثيرا عصام. كرة اللعب داخل منطقة الجزاء خطيرة وهدف التعادل، هدف التعادل عن طريق هذا اللاعب الخطير للغاية. وصلت لميسي يلعبها لعمر المالكي، عرضية خطيرة وكرة راس، الله الله على رأسية جميلة. بعد أن سجل المقبالي هذه كرة أمامية خطيرة تبدو لصالح فريق نادي السيب. المقبالي هاتريك، هاتريك المقبالي يسجل الهدف الثالث.